يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه شرك، وهل الاستغاثة به فيما يقدر عليه شرك أيضا؟ لا، ما هو شرك الاستغاثة بالمخلوق الحاضر، المخلوق الحاضر القادر، ليس هذا استعانة. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، بمعنى استعان به. إنما الاستعاذة بالغايب أو الميت هذا هو الشرك. استعاذة بالمخلوق الغايب أو الميت هذا هو الشرك، أو بالجن أو بالشياطين أو هذا هو الشرك. أما إنسان حاضر ويقدر فتستغيث به ينقذك من العدو، ما في بأس. تستعين به يبني معك البيت ولا يحمل معك السيارة، استعانة بالمخلوق بما يقدر عليه لا بأس بها. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.